مساكم الله بالخير والعافية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع الرياضي. بالتأكيد أحبة المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم في متابعة أهم أحداث الساحة الرياضية، واليوم تثار العديد من الأسئلة حول اتحاد الكرة ومدى نجاحه في مهمته المقبلة، وهل سيتم لم شمل الأسر الرياضية؟ كيف ستكون العلاقة بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب الحالية؟ هل سننتظر وزارة جديدة وتشكيل جديد، أم سيتم إصلاح العلاقات بين الطرفين؟ المدرب القادم للمنتخب الوطني، المدرب الأجنبي، من هو؟ مواصفاته؟ كيف راح يتم التعاقد معه؟ كثير من الملفات الهامة، ملف التزوير وغيره، كثير من الأمور اليوم نناقشها مع ضيف البرنامج اللاعب السابق وعضو اتحاد الكرة الكابتن فالح موسى. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك أخ ناضل، وشكرا للاستضافة، وتحياتي لكم مشاهدي قناة. مسرورين بحضورك وتلبيتك دعوتنا، ونهنئكم بالبداية على فوزكم، وإن شاء الله بداية مرحلة جديدة للكرة العراقية إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك أستاذ فالح. اليوم كثير من الأسئلة مثل ما نوهت للشارع الرياضي، أنه هل الاتحاد جاد فعلا في تصحيح مسار الكرة العراقية؟ كيف ستكون العلاقة مع بقية الجهات وغيرها؟ نبدأ أولا في هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد هذا الاستطلاع. الحقيقة الاتحاد أنا أتمنى الموفقية بكل أعضائه وبكل الهيئة العامة اللي هي انتخبتهم. أتمنى أنه يعني الاتحاد أن يخطي الخطوة الأولى، التخطيط ما للمستقبل الجاي اللي هي الأربع سنوات، نسميها الاتحاد القديم الجديد، يبدي بالخطوات الأولى. إذا الاتحاد ما كان راسم خريطة الطريق لتنظيم أولا الفئات العمرية، ثانيا دوري الشباب، ثالثا الدوري الممتاز، أتصور أنه حتكون المهمة صعبة. هاي واحدة. ليش؟ لأنه هاي الفئات العمرية هي الرفد الأساسي للمنتخبات الوطنية، ولهذا ما نعاني دائما في المنتخبات للأعمار وغير الأعمار الصحيحة والأعمار اللي هي لا تستحق أن تكون مثلا ياخذ حق غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنى احنا، مو نقول يصير او ما يصير، نتمنى نجاري الدول المجاورة على الأقل اللي وصلت مراحل ومستويات كلش حلوة. يعني شفنا إيران وشفنا اليابان وشفنا هواي دول. يعني نتمنى بين الاتحاد يلقى لنا فد خطة عمل مستقبلية إن شاء الله على مود نجاري هاي الدول. تطوير يعني منظومة عمل متكاملة تبدي من الفئات العمرية، تبدي من الأشبال والناشئين والشباب اللي هي القاعدة. احنا بالأشبال والناشئين والشباب نعتمد كله على التزوير وعلى اللاعب الجاهز. شو كنت راح نطور الكرة العراقية؟ الكرة العراقية تمر بفترة موت حاليا بسبب برامج الخاطئة جدا لإدارة الكرة العراقية. نحتاج إلى ثورة بمعنى الكلمة، ثورة لتطوير الكرة العراقية. موجودة المواهب، يمكن من أكثر الدول بالعالم بها مواهب، بس هذه المواهب تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى عناية. من يطورها؟ إذا أنا عندي حارس مثلا مواليده صحيحة وممتاز وهنا متأسس بصورة صحيحة، ما أقدر أودي منتخب أشبال ولا منتخب ناشئين، لأن يروح هناك الحراس أكبر منه بخمس سنوات بستة، هو استحقاقه هذا، فهذا راح يروح استحقاقه. راح يروح متحارس منتخب ناشئين مثلا او منتخب شباب، يروح بعمر 29 و 28 منتخب شباب، هذا شو وقت راح يلعب منتخب وطني؟ لازم نستفاد من تجارب الدول الاخرى. واخر تجربه، يعني اخر تجربه احنا بس نباوع، اخر تجربه كاس العالم بلجيكا. بلجيكا انت شفت يمكن هاي الصحف والجرائد متناولت هذا الجيل اللي اخذوه عمر 6 سنوات وسبع سنوات ولموه وطوروا عليه، جابوا مدرب للفئات العمريه انطوا راتب اكبر من مدرب منتخب الوطني. هاي العالم تشتغل صح. احنا بحاجه هسه الى مدربين بالفئات العمريه، مدربين اجانب كادر على اعلى مستوى بالفئات العمريه، لان هي الاساس. انا ما اجي مدرب المنتخب الوطني راح يدرب من لاعبين المنتخب الوطني، اغلب لاعبين اللي بالدور الممتاز حاليا اغلبهم يفتقدون الاساسيات. فالاساس الاساس الاساس بالفئات العمريه، ولازم الاعتناء بالفئات العمريه ووضع برنامج متكامل للفئات العمريه بكل الانديه بكل المنتخبات لتطوير الكره. اهلا بكم من جديد احبة المشاهدين، واهلا بك مره اخرى ضيفا العزيز، وشكرا للزملاء في القسم الرياضي على هذا الاستطلاع. هل انتم فعلا عازمون على النجاح؟ وانت سمعت اراء الناس، هم مدربين في مدرسه اسبانيول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، مره ثانيه تحيه لحضرتك. يعني بالتاكيد العمل بالاتحاد هو محط انظار الجميع. أي خطوة تخطيها بالاتحاد هي محسوبة ومراقبة من قبل كل الكوادر، سواء كانت إدارية أو فنية أو حتى الإعلامية، من أجل الغاية الأساسية من هذه المراقبة والغاية الأساسية من طرح أي موضوع فيما يخص كرة القدم. بالتأكيد الجميع يبغى إلى أنه يكون هناك تطوير فني وإداري في كل شيء. واليوم إحنا دائما نسمع، وعلى يعني سواء كانوا ناس متخصصين في مجال كرة القدم أو غير ذلك، دائما يتكلمون بمسألة التخطيط.
أو عمل مقارنة بين ما موجود بالعراق وبين الدول الأخرى القريبة من عندنا. يعني هسه اليوم نضرب مثلا كإيران وكاليابان أو كوريا. نعم. يعني اليوم احنا نشوف، يعني أنا أعتقد من وجهة نظري الكلام صحيح. نعم. الكلام صحيح، طموحنا نصير هالشكل، بس إذا نريد نسوي مقارنة دائما في أي شيء ليس في المجال الرياضي فقط، في كل المجالات من تريد تسوي مقارنة لازم أكو موازنة بين الطرح. يعني أنت اليوم شوف ما موجود بالعراق يوازي ما موجود بإيران، تبحث يعني قصدك عن المقومات، هل موجودة المقومات اللي بإيران؟ شوف الاستقرار، الوضع العام، الوضع الاجتماعي، الثقافي، السياسي، الرياضي بالعراق يوازي ما موجود عند الآخرين، بحيث أنه إحنا اليوم نخلي التجربة اليابانية أو التجربة الإيرانية أو التجربة الكورية نخليها مثل من أجل أنه إحنا نقول ليش ما نصير مثل دولة. نعم. أنت من أكلفك بعمل أو أكلفك بواجب أقول لك أنه أنت تروح تبني لهذه العمارة بمدة شهر، مدة شهرين، وتخليني لا تجيب لي مواد ولا تجيب لي مقاول ولا تجيب لي مهندس ولا تجيب لي عمال. تقصد الإمكانيات اليوم اللي متوفرة عندكم تختلف عن الإمكانيات. أنا أقول هذا طموح الاتحاد وهذا طموح الجميع، على أنه نسعى إحنا نصير أفضل من الآخرين. نعم، أحد الأخوان تحدث قال عندنا مواهب. نعم عندنا مواهب. نعم. لكن اليوم المسؤول الأول والأخير ليس اتحاد كرة القدم فقط. نعم. اليوم الطين وين دور الأندية؟ نعم. اليوم احنا نبحث في منتخبات الوطنية كاتحاد عراقي عن اللاعبين النخبة او اللاعبين الموهوبين او اللاعبين اللي يتميزون عن اقرانهم الاخرين. نعم. قل لي وين دور الاندية بصناعة اللاعبين؟ وين دور الاندية باختيار مدربين اكفاء يعملون مع هؤلاء الاعمار اللي هي الفئات العمرية؟ والاندية تقول لك ماكو دوريات، انا شنو اجيب مدربين واصرف عليهم وهيئ وماكو حتى دوري. هسه احنا من ماكو دوري بشكل عام مثل السابق، انا معك ماكو، لكن دوري محافظات موجود، دوري بغداد موجود والعام كان موجود، والسنة بما انه جبتها انتم كاتحاد تجادين على انه تغيرون طريق عملكم، هل انه عندكم رؤيه للمستقبل شنو اللي راح تسووه؟ واكيد اليوم اللي يعمل استاذ فالح يخطا، فان الناس اليوم من تقول اخطا اتحاد الكره طالب بعمل لتصحيح المسار. بعض المرات انت مو خطا، لكن بعض المرات هو اكو عمل لكن هو ليس ملبي للطموح حتى لاعضاء الاتحاد. أكيد. حتى المكتب التنفيذي اليوم انت الانديه مثل ما تفضلت حضرتك، الانديه من يطالبها كاتحاد بأنه كل أندية الدوري الممتاز وأندية الدرجة الأولى إلزاماً عليهم أنه يشكلون فرق الفئات العمرية. أكيد. وفق المعطيات اللي يريدها الاتحاد، لأنه أنت اليوم من تريد تسوي دوري فئات عمرية وتجبر الأندية على أنه يشكلون فرق لهذه الفئات. نعم. غايتك الأساسية أنه أنت تتابع هذا الدوري من أجل أنه المحصلة النهاية تأخذ من هؤلاء الأندية في سبيل أنه يكونون المنتخبات الوطنية. أكيد. اليوم انتشرت أكثر من طريقة أو أكثر من وسيلة. اليوم الأكاديميات موجودة. نعم. اليوم المدارس الكروية موجودة، واليوم بعض الأندية الموجودة بالعراق ولا سنة من السنوات ما ظلت مستمرة بدعم فئات العمرية وتشكيلها والاهتمام بها. لكن تقول لي أنه اليوم، نعم اليوم الاتحاد بأول اجتماع إلى المكتب التنفيذي الجديد قرر على أنه لجنة المسابقات تصير كشكل دائرة. هذه الدائرة تتقسم إلى ثلاث أقسام. قسم يعنى في دوري الفئات العمرية، قسم يعنى في دوري الدرجة الأولى، والقسم الآخر يعنى بالدوري الممتاز. هذه الخطوة جيدة، يعني كل قسم راح يتابع شؤون كل قسم، عنده رئيس لجنة فئة معينة وعنده أعضاء لجنة. جيد. يكون موجود ويقدم برنامجه للموسم القادم. اليوم أول خطوة بدوا بها الأخوان اللي مسؤولين على دوري الفئات العمرية. نعم. صار اجتماع لدوري الفئات العمرية وعمموا كتب على الأندية. اليوم راح دوري ينطلق يوم 15 بالشهر، دوري بغداد. دوري بغداد. نعم. محافظات موجودة ما موجود. عندك مشكلة بها، بس اليوم أنت بدوري بغداد. احنا نسعى بالمستقبل على انه يكون دوري عام مثل ما كان بالسابق، لكن السابق هذا تعرف انت اليوم عندك انديه مشاركه بالدوري الممتاز تبعاتها الماليه جدا صعبه وما تقدر تحقق اي شيء هو للاعب او للفريق الاول، فكيف راح يهتم بالفريق؟ اليوم احنا تذكر يمكن حضرتك متابع، احنا قبل نلعب كنا بدوري الشباب الناشئين كنا نروح ويا الفريق الاول مع الفريق الاول والمباراه تكون قبلها ولعبنا كنا حتى محافظات يعني مو فقط قبل المباريات مو فقط في بغداد كنا نروح بسياره الفريق الاول يروح مرات نروح اما معهم اذا كان سياره كبيره او بسياره اخرى حتى يكون كان حافز للاعب ان يشاهده مدرب الفريق الاول يستدعيه. لذلك يعني نشوف قبل هذه الطريقة أتت ثمارها. ليش؟ لأنه اليوم اللاعب من يشعر أنه أولا هو مشاهد.
نعم. متابع من قبل الإعلام، أكو تسليط الضوء عليه، بالتأكيد راح يقدم، وبالدليل أكيد. على أنه نتائجنا ولاعبينا اللي برزوا بالفترة الماضية كمستوى فني هم أفضل ما موجودين. فهذا موضوع مهم السالفة أنه لاعبين منتخب الناشئين والشباب سابقاً ينسحب من هذه الدوريات. احنا يعني ما معقوله اليوم الامر اصبح واضح يعني صراحه ومكشوف انه لاعب منتخب ناشئين هو يلعب بالفريق الاول، ماكو يعني عمر صحيح بهذا الموضوع. احنا نريد ان نتحدث بصراحه، هذا يجب انه يكون عمل كبير جدا ليس من الاتحاد فقط. اليوم المدربين اللي يعملون مع المنتخبات الوطنيه في كثير من الاحيان بما انه قله المشاهده وقله المباريات اللي تروح بهذه الاعمار يعتمد على اللاعب الجاهز، لكن ممكن أنه بالمستقبل بعد أن يكون دوري موجود بالتأكيد هذا المدرب يكون مجبر، لكن وين المسألة اللي يجب أن يكون التزام بما يطرح الاتحاد من اتباع سياسة في مجال تثبيت الأعمار وصحة الأعمار، يعني أيضا النادي يلتزم به، لأنه أنا اليوم من أكون مدرب لمنتخب الناشئين أو منتخب الشباب عندي دوري فئات عمرية شباب أو ناشئين، من أباوع على لاعبين يلعبون في هذه الفئة تصير يعني خياراتي على مجموعة من اللاعبين. يمكن الموسم السابق أو قبل موسمين أنا كنت باتحاد الكرة شاهدت كل مدرب لازم أوراقه ويعترض على اللاعب الفلاني، يعني صارت ضجة، أغلب المدربين جاي يعترضون ويشتكون، قليلين هم المدربين اللي ما يعتمدون على حالات التزوير. شوف انت اي اداره من الادارات الانديه عندما تتكلم وياه بهذا الموضوع يقول لك انا ما اريد نتائج من المدربين. اليوم المدرب هو يبحث عن كانما هو مجد شخصي. زين انتم استاذ كاتحاد كره صراحه اليوم هنالك من يقول ان اتحاد الكره يضغط على المدربين الفئات العمريه اللي بالنسبه للمنتخبات الوطنيه نعم لتحقيق نعم انجازات، انتم اليوم تطالبون المدرب بالنتائج ام تطالبوا بالمواهب؟ صراحه استاذ مناظر انا قدامك وانت يمكن تعرفني وقدام المشاهدين، اذا مدرب من المدربين اللي يعمل بالاتحاد بالفئات العمريه في يوم معين او في ساعه او في اي وقت انه الاتحاد طالبه بتحقيق نتائج، احنا قدامك ممكن انه نعتذر عن هذا التصرف بكل شجاعه. اليوم احنا اليوم كان عندنا اجتماع مع سوينا اجتماع دوري مع مدربي الفئات العمريه، اليوم كان عندنا اجتماع مع الكادر التدريبي لمنتخب الناشئين، بلغناه بشكل رسمي تريد نوقعك 4 سنوات 5 سنوات، روح ابني لنا خلينا نبدي الخطوه الاساسيه الاولى باتجاه تصحيح ما موجود سابقا. جميل. اليوم العذر يم المدرب، واليوم اخذنا على عاتقنا كاتحاد عندما ترسم سياسه معينه للفئات العمريه المدرب ما يطبقها اكو مدربين اخرين يعملون مكانه. اكيد استاذ فالح، اليوم انا من اتحاور وياك صراحه ومثل ما قدمتك بالبدايه اللاعب السابق انت لاعب كره قدم اليوم من انت مدرب ما تعرف هذا اللاعب عمره صحيح لو لا؟ صراحه خلينا نتحدث. انا قلت لك في جزئيه يعني المدربين يلقون الكره في ملعب اتحاد الكره وفي ملعب يقول لك المدير الاداري للمنتخب هو الذي يتحمل المسؤوليه، انت كمدرب اليوم تعرف هذا مزور سنتين وهذا 4 وهذا 3 وهذا 5 صراحه. شوف اليوم احد المدربين بدون ذكر اسماء اللي كانوا موجودين بالاتحاد بعد انه بحثنا عن مجموعه من الاسماء اللي كان اكو شك بصحه اعمارها بالمناسبه اكو لجنه اليوم تعمل في اتحاد كره القدم من الجوازات من الجنسيه ونتمنى ايضا انت اكثر من حضرتك اكثر من مره طرحت ايضا انه خدماتك ممكن انه تقدمها في هذا المجال من اجل ما انه من اجل بعيدا عن المجامله من اجل انه انت الاتحاد او كره القدم بشكل عام تمشي باتجاه صحيح. اليوم احد المدربين يعني تاكدنا من لاعب معين عنده، يعني طلع اكو اختلاف في المعلومات اللي موجوده عندنا حاليا عن المعلومات اللي مثبته بشكل رسمي. يعني من تكلمت ويا هذا المدرب قلت له قال انه يابا هذا يعني انتم الامر راجع لكم، قلت له الامر ما راجع لنا، اكو معلومات دقيقه عند هذا اللاعب، هذا اللاعب مخالف للنظام ومخالف التعليمات، اذا هذا يشمل حاله من حال اللاعبين الاخرين. اليوم احنا ما نريد كانما يصور على انه هو الاتحاد هو ماشي ضد اللاعبين او ماشي ضد تطلعات المدربين. مو احنا هم نريد توصل الفكره للمشاهدين الجماهير يوم التابع يقول لك الاتحاد هو مع التزوير، انت اتخذ القرارات الصارمه. مو خلي اليوم انا لاعب مزور تصير اجراءات قانونيه عليه، حتى اجراءات قانونيه. استاذ مناظر انا قلت لك اليوم اذا تجيب اي مدرب من المدربين العاملين بالفئات العمريه واي واحد يقول لك من اعضاء الاتحاد سواء الحاليين او السابقين يقول لك اني حثيت المدرب على انه يروح باتجاه هذا العمل، صدقني ماكو. اليوم احنا بالعكس اليوم عندنا استحقاقات لمنتخبات الشباب والناشئين في بطوله نهائيات اسيا.
نعم. اليوم بلغنا المدربين قلنا لهم روحوا هذه البطولة وخسروا لا تجيبوا النتيجة، وإحنا مستعدين كاتحاد ندعمكم أطول فترة ممكنة ما دام أنه خياراتكم صحيحة وتبنون المستقبل، شرط أن يقدموا لكم مواهب أكيد. بدون تحقيق نتائج روح أخسر ما عندنا مشكلة، بشرط أنه يروحون اللاعبين لهذه البطولة بأعمار حقيقية. لذلك أستاذ مناضل أنه هذا هو موضوع كبير جدا وليس وليد اليوم، يعني حضرتك أنت أيضا متابع وتعرف، فيحتاج لجهد كبير يحتاج لجهد اليوم أنا ممكن أنا وحضرتك والآخرين اللي عندهم معلومات نتعاون، حتى ممكن أنه نبتعد عن لغة التشهير باتجاه ناس، لأنه اليوم تعرف أكيد نحكي أكيد نحكي بواقع أكيد ملموس. اليوم واقعنا ما يتقبل شخص أنه أنت تقول لي عندك كذا وكذا خطأ، لكن اليوم حتى كإعلام إحنا اليوم أكو نقد بناء، نقدي قوم بالتأكيد، وما تنتقد شخصيا، تنتقد منظومة اليوم أكيد. المنظومة اليوم الكل يتفق يقول لك مو سليمة 100% وانت من ضمن نعم الموجودين. استاذ مناضل اليوم انا اذا امشي بالشارع واشوف تصرف خطأ أكيد ممكن انا اعترض على هذا التصرف لأي جهة، فكيف أكيد انت اتحاد هو نعم يقود كرة القدم بالعراق، وبالتالي إذا ماكو أحد يشخص له مثلا الأخطاء اللي لا سامح الله تكون موجودة في عمله، أو أنه أنا من أقدم لك نصيحة مو غاية الأساسية لا أخذ مكانك ولا أريد أكون بمسؤولية معك، أنا اليوم من مصلحتي أنه أنت تنجح ومن مصلحتنا جميعا أنه كرة القدم تنجح. لذلك اليوم سألتني في بداية كلامك على أنه هل الاتحاد جاد اليوم إحنا حتى بتشكيل المكتب الإعلامي اللي يعمل مع الاتحاد عندنا قرار بأنه نساهم مساهمة كبيرة في استقطاب مجموعة كبيرة من الإعلاميين، مو لأنه يخدمون تطلعات الاتحاد ولا أنه يجاملون الاتحاد، بقدر ما أنه يكون لهم تأثير في الوسط أو في البرامج التلفزيونية من أجل أنه يعكسون شنو رؤية الاتحاد للعمل في مثل هذا الموضوع. اليوم أنا من أجيب أستاذ مناضل قريب من عندي ويشوف تحركاتي وخطواتي وأفعالي في هذا الموضوع من خلال برنامجي يقول يابا أنا كنت شاهد على هذا الحدث اليوم، أنا أشوفك على حضورك اليوم وأكيد لا تتواصلون مع كل وسائل الإعلام حتى ما يقتصر على وسيلة إعلامية معينة. اليوم حاضرين أستاذ مناضل تعرف إحنا غايتنا الأساسية يوم أنت حتى المباراة ركتها لا عاد أنا ناسيها، بس إحنا المهم أنه نقدم معلومة يعني للمشاهد أكيد. واكيد يعني انتم من حقكم علينا كاتحاد لانه اليوم انتم تردون ايضا تكونون بالصوره اول أكيد باول. اليوم انا اجزم لك استاذ مناضل انه الاتحاد اليوم جاد في فتح قنوات مع اي جهه بغض النظر عن من ينتمي الى سين او صاد، ولا عندنا غايه اساسيه. وهل انتم جادين ايضا في لم شمل الاسره الرياضيه؟ اليوم البعض يقول الاتحاد بدا يحارب النجوم، سمعنا تصريح للكابتن راضي شنيش المثل يقول استدراج يونس محمود للانتخابات هو للاطاحه به، يعني اليوم احنا نريد لم شمل الاسره الرياضيه. اليوم انت حضرتك عندك راي وانا عندي راي والاخوان الاخرين عندهم اراء، ليس بالضرورة كل ما أطرحه أنا هو صحيح أكيد، وليس بالضرورة كل ما عفوا تطرح حضرتك هو صحيح أكيد. بالتالي يعني ما دام أنت تطرح موضوع ومؤمن به، إما تقنعني في هذا الكلام أو أنا عندي موضوع أطرحه لحضرتك وأنه نقتنع نمشي في مسيرة واحدة أكيد. اليوم الاتحاد يقول يا أخوان أنا اتحاد أسرة كرة القدم، إحنا ما نقول اتحاد مكتب، نقول إحنا أسرة كرة القدم نعم. هل مقتصرة في عملها على الموجودين الـ 12 واحد بالاتحاد؟ هذا جزما سؤال جواب أنه لا، أكو أدوات مساعدة سواء بالإعلام سواء من اللاعبين سواء من المدربين سواء من إدارات الأندية، يجب أن يكونوا معاونين للاتحاد ما دام نية الاتحاد سليمة في وضع خطوات أساسية هسه نقول إصلاحية، ماكو مشكلة في هذا الموضوع من أجل أنه ما تم طرحه أو تناوله بالسابق وتم تأشيره. الخطأ مو عيب أستاذ، لكن الإصرار على الخطأ عفوا العكس مو صحيح. اليوم شفت اول شيء مثلا انه يعني اكو عندنا منتخبات كانت في بدايه الامر، اليوم صار قرار بحل هاي المنتخبات نعم. الغايه الاساسيه مو ابعاد شخصيات من العمل في هاي المنتخبات، الغايه الاساسيه انه انت تعيد هيكله هذه المنتخبات وتشوف من هو اليوم الشخص، انت كاتحاد يهمك انه تنجح، من تنجح لازم تجيب الادوات اللي تساعدك على نجاحك أكيد. فانت من تجيب اشخاص معينين في اي مفصل من مفاصل العمل بالاتحاد انت بالعكس ذول يكونون داعم اساسي لك ولنجاح عملك أكيد. اليوم انا ما عاد انه اليوم استاذ مناضل عفوا صديقي انه اجيبه بغض النظر عن كفاءته،
اليوم احنا هذا النفس موجود، اليوم احنا الكل نبحث عن من هو الكفو يكون موجود، سواء كان باللجان، سواء بالتدريب، سواء في اي مفصل من مفاصل العمل بالاتحاد. وشوف اليوم الاتحاد دائما نقول عندنا كانت جلسة بالاسبوع الماضي مع رابطة اللاعبين، عندنا الاسبوع القادم جلسة مع رابطة المدربين، عندنا شكلنا لجنة خبراء من اختصاصيين في هذا المجال لهم باع طويل في مجال كرة القدم، ممكن انه يعطوك استشارة ادارية او فنية، تاخذون باستشاراتهم صراحة. يعني لجنة الخبراء السابقة تهيكلت، هسه انا مو انا دا نضل احنا يعني نترك الماضي، نسير 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 بخطوه خطوتين، وبالتالي نقول خلينا نشوف الخطوتين السابقه سوينا، اعتقد انه ما راح. اذا نترك الخطوات السابقه، خلينا نتحدث عن اليوم. الاتحاد اليوم فاتح ايده، اي شخص اليوم تساله بالاتحاد يقول لك انا ما عندي تقاطع. التقاطع يكون استاذ مناضل في مساله الثوابت. نعم. اليوم ثوابت أنا من اتحاد كرة القدم يجب أن تكون عندي خصوصيات في عملي، يجب أن تكون عندي واجبات، عندي واجبات اللي ما أسمح، مو ما أسمح بإقصاء، ما أسمح للآخر أنه يتقمص الدور اللي أنا المفروض أقوم به. نعم. اليوم مثلا أنا اليوم عندي كاتحاد أنا مسؤول عن إقامة مباريات المنتخبات الوطنية. نعم. أنا كاتحاد مسؤول عن اختيار مع الإخوان باللجنة الفنية أو لجنة المنتخبات باختيار كوادر تدريبية للمنتخبات الوطنية. أكيد هذه واجباتكم. نعم. أسمع حضرتك بس مو من ما اقتنع بكلامك. لا لا. لازم انا اليوم انا انطيك الطرح لكن رايي مو ملزم لحضرتك. لذلك احنا نقول شنو؟ نقول اليوم كل الاراء المطروحه من قبل الجميع وهم ايضا يطرحون هذا الشيء، يقولون يا اخوان احنا كنا مستعدين على انه نعاون الاتحاد ونقدم لكم بعض المقترحات، مو بالضروره تكون هاي كل هاي المقترحات هي انه يعني اليوم انت من تاخذ بمقترحي ولا سامح الله تفشل، عفوا الفشل موجود. نعم. نعم. انت راح تتحمل المسؤوليه مو انا. لا انا من اخذ بمقترحك يعني انا مقتنع. مقتنع يعني بس قصدي اليوم منو اللي يتحمل المسؤولية؟ اليوم انتو اخذتوا رأي الشارع الرياضي. نعم. في تعيين المدرب راضي شنيش المنتخب الوطني مدرب، وبعدين الشارع الرياضي صارت احداث وكذا ونتائج سلبية، حملكم المسؤولية. كذلك موضوع المدرب باسم قاسم وصارت اشكاليات وكذا، لكن المسؤول الاول اليوم كابتن فالح. لذلك اليوم انا اقول الاخرين نستمع الى وجهات نظرهم، نتحاور وياهم في اي مسألة يطرحوها من أجل أنه نوصل إلى قواسم مشتركة، ليس بالضرورة نتفق في كل شيء يطرح. أكيد. يجب أنه نتفق لأنه اليوم لا يمكن في كل المواضيع اللي تطرح ماكو قواسم مشتركة بيني وبينك، ولا ما يمكن أنه نلتقي. نعم. حضرتك عندك عقل. لا إذا ماكو قواسم مشتركة هذا الموضوع الشخصي. يعني أنا اليوم. يعني اليوم مثلاً، اليوم أنا مثلاً من أنا أشتغل في مجال الإدارة. نعم. وأجي أفرض على أستاذ مناضل اللي هو يشتغل بالجانب الفني رأيي فنياً. يعني هذا من غير المعقول انه تتقبله من عندي. أكيد. نعم تسمعه بس اذا ما اخذ بيجوز هسه يجوز مثلا رؤيتي الاداريه تطابق رؤيتك الفنيه، ماكو مشكله. بس اذا صار تقاطع او صار عدم قبول للراي اللي يطرح بين الاداره وبين الفني، مو بالضروره اني ضد من ضد منه. احنا اليوم اللي جاي يصير بالبلد بشكل عام صراحه اختلاف الراي يفسد الود قضيه، هذا عكس المقوله اللي تقول اختلاف الراي لا يفسد في الود. هذا طبعا هذا المشكله الاساسيه، متى ما القلوب صارت صافيه والنوايا كانت يعني سليمه، وانه اقتنعاني باستاذ مناضل هو انه يدير هذا البرنامج وعليه انه يختار المحاور الاساسيه اللي يحاور بها الضيف. لذلك أنا على هذا الأساس أنه أجي وأحضر وأتحاور وياه. لكن آني أنت من تشعر أنه أنا اليوم عدو لك بالاستوديو وأنه أنا اليوم حتى أدعيك حتى تكون حتى جوابي لك حتى جوابي الوسائل. حتى جوابي قد يكون بشكل غير مقنع. أكيد. وكثير من البرامج أنت إعلامي. أكيد. أكيد. ورياضي اليوم كثير من البرامج محط سجالات. نعم. اليوم يعني نحكيها بصراحة. أكيد. اليوم يريد يبرز أي شخص يطرح في موضوع هو مخالف للجميع، ومع الأسف أكو يعني استهواء من قبل شريحة من المجتمع. نعم. لأي طرح بمشاكل. نعم. اليوم أنا من أقعد ويا أستاذ مناضل من أطرح موضوع يقول لي أنت اعطيني الإيجابي اللي راح تسويه شنو؟ أنا اليوم 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 من دعيتك إيش قلت لك أستاذ؟ اليوم إحنا نريد نشوف خططكم المستقبلية لتطوير الكرة العراقية. نعم. تجاوز الماضي نشوف الجديد شنو؟ يعني اليوم إذا تريد تصر. نعم. حضرتك عذرا إذا تريد تصر على أنه تناقشني بالأربع سنوات الماضية تسويت وتهاي خطأ وهاي خطأ وهاي خطأ،
اعتقد انا يمكن حتى ما اكون بالمستوى اللي ممكن انه اكيد لا اقنعك باجابتي. اليوم اريد اسمع منك، الجمهور يسمع اليوم يشوف الخطط المستقبليه. يعني ان شاء الله فيما يخص المنتخب الوطني اليوم تشوف ايضا اليوم الاتحاد جاد على انه مرحله الاخفاق الماضي، خلينا نسميها مرحله اخفاق، في وصول المنتخب لنهائيات كاس العالم. احنا 32 سنه مواصلين كاس العالم، اليوم مو فقط من باب المجامله، ما احملكم المسؤوليه انتم، احنا من 86 ماكو مشكله، لكن شنو الاسباب برايك انت؟ ماكو مشكله استاذ مناظر، انا دائما نقول احنا ماكو مشكله اذا واحد يعتب، لانه اليوم حضرتك يعني اليوم انا بالمسؤوليه باتحاد كره القدم وانا مسؤول، يعني ايش تتصور مثلا اني اسعى الى انه ما يوصل المنتخب الوطني لكاس العالم او انه ما حقق نتائج جيده للمنتخب الوطني؟ اليوم يحسب لك يعني في عهد استاذ فالح، يعني ايش يريد اليوم يتحقق للمنتخبات الوطنيه؟ تسجل باسم هذا الاتحاد، يعني يمكن حتى الاعلام ما حد يذكره يقول انه الاعلام ساهم، اكيد يقول انه الاتحاد الوطني المؤلف فلان في هذا الزمن، اليوم احنا كنا نذكر انجاز هذا نذكر 86 اليوم كنا نذكر الاتحاد 2007 اكيد اليوم الانجاز صاحب المسؤولية الكبرى في تحقيقه أو في الحث بشكل سليم على أنه يوصل إلى تحقيق الإنجاز هو اتحاد كرة القدم، لكن الاتحاد بمعزل عن الآخرين ما يقدر. اليوم أنه هو يشتغل في وسط، واليوم إحنا نشوف الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، يعني المتخصص وغير المتخصص هو يبحث في هذا الموضوع، حتى تكاد تكون البرامج الرياضية حصريا مختصة في مجال كرة القدم. اليوم إحنا حتى المشاهدين اليوم ما يعرفون عن واقع الرياضات الأخرى بالبلد مكيد. ولا واحد، ليش؟ لأنه الكل تشدهم كرة القدم، اليوم كأس العالم موجودة مباريات، اليوم المختص والغير المختص حتى الشعبية في كل العالم وتجذبه وأكو إثارة بها. لذلك أنا أقول الاتحاد جات في كل شيء، اليوم أكو خطوات مهمة سعى لها الاتحاد على أنه تكون مرافقة لعمله في الأربع سنوات القادمة من خلال لجنة الخبرات اللي الخبراء اللي تحدثنا عنها، حل المنتخبات الفئات العمرية والتأكيد على المدربين العاملين اليوم بالمنتخبات العمرية الأخرى على أنه السير بنهج ثابت بعيدا عن النتائج، ومستعدين كاتحاد ندعمهم إلى آخر. إذن هذه رسالتك لمدربي الفئات العمرية يا أخوان يا مدربين، اسمعوا رسالة سيف فالح موسى عبد الاتحاد، هاي رسالة الاتحاد، هاي رسالة الاتحاد رسالة نعم الاتحاد. يعني اليوم كشخصية يعني حتى لا يطلع باكر مدرب، يعني اليوم ممكن أنه أنت حضرتك كإعلامي وكمقدم برامج تقول له الأخي هذا كلامك خطأ، من يقول أنا ضاغطين علي، منو ضاغط عليك؟ نعم. الاتحاد أنا جاي أقول لك إحنا كاتحاد ما نضغط على أي مدرب في تحقيق نتائج على حساب التلاعب بالعمر، هاي النقطة الصفر. إذن أنتم مطالبين بإعداد جيل مواهب كروية تخدم الكرة العراقية بعيدا عن النتائج، تحقيق ما نريد تحقيق إنجازات، نريد جيل جديد بعيد عن التزوير، ما نضرم هؤلاء اللاعبين الشباب والناشئين، وأيضا نحث من خلال برنامجك نحث الأندية، بما أنه اليوم الدور الفئات العمرية راح يبدي بعد كم يوم، نتمنى إدارات الأندية تسوي بيانات للاعبين اللي موجودين عندهم، بحيث أنه أي لاعب يسحب من قبل الكوادر التدريبية للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية أنه المصدر الأساسي لوجود المعلومات عن هذا اللاعب تكون بالنادي، في سبيل أنه إحنا اليوم أنا أتكلم لك اليوم على نادي الصناعة، اليوم أنا سويت ورقة مطبوعة من قبل النادي إلى والد اللاعب يتحمل المسؤولية المسؤولية القانونية، أيضا بها توقيع والد اللاعب وتوقيع المدرب. أي واحد قانونيا، وحتى أنه اليوم بالإدارة قالوا أنه حتى هذني المعلومات نروح نصدقهم بشكل قانوني في سبيل أنه يتحمل أي شخص تبعات هذا العمل. إضافة أستاذ، أغلب الدوائر اليوم بالعراق بدأت تشتغل بنظام البطاقة الوطنية. نعم. خلي اللاعب يروح. اليوم طالبنا اليوم بشكل رئيسي كل اللاعبين كاتحاد كرة بالإمكان مفاتحة دوائر الأحوال المدنية، وسيد مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لواء هيثم الغرباوي طبعا رجل رياضي يسمع حديثنا مستعد أن ينطي موافقات لهذه الدوائر أنه تصدر بطاقة وطنية للاعبين، وهذا اعتبر الموضوع إحنا مستعدين أن نسهل هذه. إن شاء الله دائما طرح حضرتك بهذا الموضوع موجود، وإن شاء الله إحنا جادين على أنه نتعاون مع كل الجهات الرسمية اللي ممكن أنه تخدمنا في هذا المجال. جيد. إن شاء الله يعني اليوم إحنا حتى بالأندية طالبنا بأنه من ضمن المستمسكات اللي تقدم هي البطاقة الموحدة، أي لاعب ما يحمل هذه البطاقة الموحدة راح يكون خارج
خارج اكيد أي نعم. واحنا نحث اولياء الامور على استخراج البطاقه الوطنيه وهي بشكل نظامي. اليوم اذا طلعتها باسم فلان بعد يعني خلص. اذا خلص انتهى موضوعها، لان هاي راح يكون على بؤبؤ مال العين ومستحيل ان تطلع له لشخص ثاني. يعني اليوم استاذ مناضل، اليوم اكو مساله جدا مهمه اعتقد انه احنا ايضا بالاتحاد نفتقدها بصراحه الامر، الشيء بشيء يذكر. اليوم احنا كارشيف وكاحصاء وكمعلومات عن اللاعبين ما عندنا. نعم. صراحة الأمر أنا اليوم بشكل شخصي طالبت من الاتحاد بأنه نعم. يسوون قسم للإرشيف والإحصاء والمعلومات. جيد. أي لاعب اليوم عندنا بالمنتخبات الوطنية أو أي لاعب بالأندية ندخل المعلومات بعد أن تجينا من الأندية في الحاسبة اللي مسؤول عليها الاتحاد، بحيث أنه اليوم أنا بعد سنتين ثلاثة أربعة اللاعب اسمه واسم المعلومات الموجودة عنه أدق اسمه بالحاسبة يطلع لي المعلومات اللي موجودة. ما يقدر بعد أنه بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات يغير بالمعلومات، واليوم هذا متاح بصراحة الأمر. حضرتك تعمل في مؤسسة هذا الشيء موجود في كل وقت وفي كل مجال. أكو ناس تعمل بالضد من السياسة العامة للاتحاد للدولة لأي مفصل من مفاصل الرسمية. لذلك أنا أقول إن شاء الله العمل المستقبلي راح يصير بهذا الاتجاه فيما يخص هذه الفئات العمرية. وإذا حضرتك بعد أسئلة أخرى في مجال آخر إن شاء الله. خلينا نتحدث عن العلاقة مع وزارة الشباب. نعم. هل سيتم إصلاح الأمور مع وزارة الشباب في ظل الوزارة الحالية أم سننتظر استئزار؟ والله استاذ مناضل، شوف انا البارحه يعني اليوم تابعت لقاء لمعالي السيد الوزير بيوم امس لافتتاح ملعب الحبيبيه وبدت العمل بيه. نعم بدا العمل. انا شفت التصريح بصراحه متشنج من قبل السيد الوزير، واكد على كلمه بانه علاقاتنا لا يمكن ان ترجع مثل قبل مع اتحاد كره القدم، العلاقات الرسميه فقط هي اللي تحكم عملنا وعملهم. انا اعتقد انه هذا يعني رساله يعني غير جيده بصراحه الامر للاتحاد. اليوم احنا كاتحاد ذكرنا في بداية الكلام، بالعكس وزارة الشباب والرياضة مفصل مهم وقطاع القطاع الحكومي المسؤول عن الرياضة بالبلد، يجب ان تكون هي الراعية للكل سواء كان اتحادات سواء كانت أندية، وتمد يد العون، ولا يمكن لها في يوم من الايام تدير وجهها عن مؤسسة من تلك المؤسسات. لذلك انا اقول يعني حتى الأوصاف اللي تطلق على من متواجد اليوم في مجلس إدارة الاتحاد أعتقد أنه كان يعني أيضا غير موفق في تشبيه أو تسمية بعض الأخوان اللي موجودين. لذلك أنا أقول إحنا كاتحاد ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع. شنو اللي وصل الأمور إلى هذا الحد الآن؟ والله هي صراحة ليش يعني التقاطع. هذه الأزمة. أنت مثل ما تحدثت بالبداية مثلا قلت أكو تدخلات تصير. التقاطع في الصلاحيات والواجبات. نعم. كل شخص احنا تعرفنا استاذ مناضل، احنا من اعمل في مجال انا اخذ كلها ما لي يابا، مو انا مو مهنتي اعلامي، انا اخذ دور الاعلامي على شنو؟ أكيد. انا اليوم مو مهنتي فني، ليش اخذ الدور الفني؟ اليوم اكو مؤسسات اتحاد كرة القدم، حضرتك يعني مختص في هذا الموضوع، اتحاد كرة القدم يطلقون عليه جمهورية كرة القدم. أكيد. كل ما يتعلق في مجال كرة القدم سواء إقامة مباريات، سواء تنظيم الدوري، سواء عقد البروتوكولات التعاونية مع الاتحادات الأجنبية والعربية، التعاون مع الاتحاد الدولي والآسيا والعربي. نعم. من مسؤولية الاتحاد. ماكو ضاير على أنه حضرتك تساعدني أو وزارة الشباب تساعدني لكن بمعلومتي. نعم. يعني انت ما يصير اليوم تقفز على دور تروح الاتحاد تروح تنسق مثلا تعاون مع دوله اخرى، لان ايضا انا كعضو اتحاد اليوم. نعم. ما اسمح لنفسي اخذ دور الوزاره مثلا. نعم. او اخذ دور اللجنه الاوروبيه مثلا. اكيد. لانه انا اليوم اللي مرسومه ادوار انا اعمل بموجبها، وثانيا اكو يعني ضوابط تحكم عملي وضوابط تحكم عمل الاخرين. انا من اختلف، نرجع الى الفقره الاولى، عند ما اختلف وياك في موضوع معين او انه اقول لك يا استاذ مناضل هذا مو من صلاحيتك، هذا من صلاحيتي، ليش راح يفسد الود؟ انت هاي المشكله احنا ماكو تقبل للراي الاخر، احنا مشكلتنا حتى بالمؤسسات. نعم. اليوم اما معي او ضدي. طيب وين الديمقراطيه اللي جاء نتحدث عنها؟ والله صار انك مستعصي مناضل صراحه يعني اليوم. انا ذا يمكن ذا يكون يعني انا اليوم لو صديق الاستاذ فالح لو عدو يمكن بعض الناس يقولون مثلا يعني هذا الكلام غير معقول. انا اقول لك ممارسه الري بالسابق ممكن كان افضل لانه كانت في مركزيه بصراحه الامر، عندما اطرح لك راي مركزي حتى اذا ما مقتنع به ما تتقاطع وياي. نعم. بس ما تمشي وياي به،
ما تتقاطع يعني اليوم لا اليوم انا اذا استاذ فالح ما اخذ برايه او ما اخذت برايه راح نتقاطع هذا واقع اليوم كل اليوم اليوم البغضابي يعني اليوم كل التقاطعات اللي موجوده بس نقول في كره القدم شنو اساسي؟ نعم. اساس اختلاف اكيد انت مثل ما اني اطرح موضوع او فكره او راي انا مقتنع به انا كشخص مقتنع به انت حضرتك ما مقتنع به في يوم اخر في وقت اخر حضرتك تطرح فكره او راي انت مقتنع به 100% انا ما مقتنع به زين مثل ما انا صريت على انه فكرتي الصح اليوم انت تطرح فكرتك هي اللي صح اكيد لو تقنعني انه فكرتي خطا لو اقنعك انه فكرتي مثل ما قلت لك اليوم انت المسؤول الاول والاخير عن برنامجك لان اليوم انت صراحه اللي محاسب امام الجماهير الرياضيه استاذ والله استاذ مناضل اليوم مجال كره القدم مجال واسع والاغراءات به واسعه ايضا جدا اكيد الوصول للجماهير ايضا هذا جانب جدا مهم اكيد كسب ود ناس على حساب اكو مشكله بين اتحاد وبين اخرين ايضا هذه سبب إثارة المسائل القانونية اللي انثارت بين الاتحاد وبين وزارة الشباب يعني أعتقد وصلت إلى تجريم وإلى اتهام وصلت للمحاكم يعني هذا يعني أستاذ مناضل اليوم أنا كأخوان في عائلة واحدة إذا أنا أقسى عليك بهالدرجة ممكن أنه أنت يعني حتى هاي العلاقة الحميمية اللي بيني وبينك ممكن تتأثر أكيد اليوم فكيف اليوم إحنا اليوم اتحاد يوقف بأشخاصه برئيسه بأعضاء يوقفون في قفص اتهام أمام قاضي في مسألة يعني ما تستحق على أنه نصير بها إلى نهاية الطريق وبالتالي يطلع من عدها الاتحاد براءة يعني أنا أعتقد هذا موضوع أستاذ مناضل اليوم أنا من عندي مشكلة أنت مشخصة وأنا مشخصة وأنا أعرف هي مشكلة زين ليش ما تجي تقول لي يا بتر هاي مشكلة وأنا مصلحتي مصلحتك أنا أدور عليها خلينا نسوي لها حل خلينا نلقى لها حل شوف هذا موضوع جارح جدا اليوم يعني شلون انا اخذت ما اخذ كبير استاذ مناضل اليوم انا اعتقد كان هذا مجال قبل هذا الموضوع لاصلاح العلاقه وقلت لك يعني مع الاسف اليوم انا بصراحه الامر قلت لك اليوم من سمعت تصريح السيد الوزير انا بالمناسبه يعني نقدرهم ونحترم الاخوان العاملين بالوزاره بس اليوم شفت التصريح يعني بتوتر وحتى انه شو وقت يخلص الدوري وشو وقت مثلا قال السيد الوزير يعني هو الدوري معلوم انه راح يخلص بمنتصف الشهر السابع او انه يلقي باللائمه على الاتحاد مثلا بطول الدوري وهذا نقول هو هذا من صلب عمل الاتحاد بدا بوقت متاخر بالتاكيد الدوري راح ينتهي بوقت متاخر بدا بوقت قريب راح اليوم الملاعب يقول احنا نسلمها مثلا للمؤسسات الملاعب ما سلمت للمؤسسات ملاعب بقت بعودة وزارة الشباب والرياضة والملاعب الأندية اليوم تلعب بها ما تلعب مجانا إذن كثير من الأمور والملفات اليوم نعم اليوم الأندية من تلعب على هاي الملاعب التابعة للوزارة ما تلعب مجانا تلعب مقابل مبلغ مادي إذن أنت مسؤول عن إدامته وصيانته مو الاتحاد أكيد. لذلك أنا أقول إحنا نسعى وكاتحاد أصلا شكلنا لجنة من داخل الاتحاد على انه يفتحون التواصل مع وزارة الشباب هذا اللي نتمناه استاذ اليوم مو فقط كشخوص اعضاء اتحاد الكره واخواننا لكن اليوم نسعى من اجل خدمه الرياضه العراقيه اكيد خلينا نتحدث عن موضوع المدرب المنتخب الوطني الاجنبي القادم لكن بعد انشاد هذا الاستطلاع انه يكون المدرب الاجنبي بديل للمدرب المحلي لان المدرب المحلي جربناه بكافه الخطوات والظاهر يعني الاتحاد مدى يعطي الفرص الكامله في المعسكرات والاختيارات فالمدرب الاجنبي ما يقبل على نفسه بهذا الشيء. اولا بسم الله الرحمن الرحيم يعني بخصوص المدرب الاجانب لو نرجع نستحضر التاريخ اللي فات خلال 30 او 35 او 40 سنه يعني المدربين الاجانب اللي حققوا نجاحات مع كره القدم العراقيه قليلين جدا يمكن الانجاز الابرز اللي هو بطولة أمم آسيا 2007 اللي حصلها مدرب برازيلي فيرا وتأهلنا لكأس العالم تأهلنا أيضا إجا بالمرحلة الأخيرة على يد مدرب أجنبي المدرب اللي كان في البداية هو محلي يعني مدربين قادوا الفريق بالتصفيات الأولى وبعدين هو بالتصفيات الأخيرة قاد مدرب أجنبي المدرب الأجنبي مفيد جدا لكن في ظل هالتركة الثقيلة أعتقد أنه الخلل كبير لا يستطيع أي مدرب أجنبي بهاي الفترة القصيرة أنه يقدر يصلحها المدربين الأجانب مستشارين ومناهج تدريبية موحدة يجب أن تكون في الأندية وتصلح الواقع من الأساس من الجذر
بعد ذلك ممكن انه يطلع لنا جيل في المنتخبات الوطنيه، ممكن انه يقارع المنتخبات الاخرى. اما انه مدرب اجنبي هسه بطوله اسيا شهر الواحد، تريد تجيب مدرب اجنبي هالاربع اشهر، شنو اللي راح يسوي؟ لا يقدر يجمع اللاعبين تجمعات اكثر من المدرب المحلي ولا ولا. فاعتقد مدرب اجنبي في ظل ظروف مغايره مختلفه تماما عن هاي الظروف، اوكي اقبل لي، لكن هاي الظرف وهاي التركه الثقيله اللي تركتها هاي السنين الطويله من جزئيات عمل مفقوده واهمالات، اعتقد المدرب الاجنبي لا يستطيع ان يصلح كل هذا في هالفتره القصيره. وبالنسبه للمدربين، قضيه المنتخبات بالعراق بغض النظر عن المدرب ان كان اجنبي او عراق، احنا عندنا خلل اداري، هذا اول شيء. يعني انت الان لو تجيب يعني كبار مدربي العالم، كارلوس البرتو، تيلي سانتانا، كروش، بيكنباور، كرويف، كرول، كل هاي الاسماء، احنا عندنا خلل اداري. اليوم الدول اذا مو تكون ادارتها مضبوطه المدرب ما يسويش، سوي شيء بسيط، والدليل على ذلك اجانا زيكو وفشل، اجى غيره وفشل، مدرب محلي مدرب اجنبي يفشل، لان الاداره عندنا. اهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين، واهلا بك مره اخرى ضيفة العزيز. مثل ما شاهدت الاستطلاع، يعني كل شخص الى رايه، احنا قلنا اختلاف الراي لا يفسد القضيه، اتفقنا هذه مساله طبيعيه. نجيب في مساله الوقت واختيار الكوادر التدريبيه الاجنبيه للمنتخبات الوطنيه. اليوم يعني كثير من الناس يقولون مساله الوقت، طبعا احنا بالذهاب الى خيار المدرب الاجنبي ليس انتقاصا من المدرب المحلي، بس لكن اليوم نريد نسوي فد مسح بسيط على دول الجوار. يحكي استاذ فالح، تقدر تعطينا وقت اضافي؟ شوف لنا استاذ حيدر، لان اليوم فرصه ان يكون استاذ فالح. الله يسلمك. اي نعم، يعني اعطينا وقت فد 10 دقائق اضافي. لذلك اليوم الاتحاد عندما يخطو مثل هذه الخطوه اداريا اعتقدها صحيحه وفنيا صحيحه. اليوم كثير من البلدان اللي موجوده يعني الاقليميه بالنسبه للعراق او نعم. القريبه من العراق او في مجال اسيا، اكيد استفاد من تجربتها. اليوم كل المدربين العاملين مع تلك المنتخبات هم مدربين اجانب، نعم بالتاكيد عندهم مدربين محليين ممكن انه يقودون المنتخبات، لكن بما انه تجربتهم مع المدرب المنتخب الاجنبي اتت بثمارها ووصلتهم الى مرحله جيده، اصبحوا ينافسون في اسيا وفي كاس العالم. اليوم احنا من نريد نخطو مثل هذه الخطوه ليس انتقاصا من المدرب المحلي. شنو السبب اليوم؟ ليش ما جاي ينجح المدرب الاجنبي برايك؟ لان احنا انا كعضو اتحاد معامل يعني مع مدرب اجنبي سابق، اليوم انا اعتقد انه الاخوان بعض الاخوان يقولون انه الفتره القادمه ممكن انه فتره 5 أشهر هي غير كافيه. اليوم منتخب اليابان ومنتخب كوريا بعد انتهاء كاس العالم قالوا مدربيهم، نعم، ولحد هذه اللحظه ما مسمين مدربين، نعم. يعني راح يجي مدرب اخر ممكن يعمل في نفس الظروف لانه يجب ان يتابع المنتخبات، المنتخب الياباني او الكوري في سبيل انه يبدي سياسه جديده للعمل مع المنتخب وجزء يستقطب لاعبين جدد. اليوم احنا من نريد نسعب هذه الخطوه متاكدين 100% انه مقومات النجاح موجوده لها. ليش؟ لانه اليوم احنا عندنا بطولات مهمه بوقت قريب. اليوم عندنا بطوله امم اسيا بالشهر الواحد 2019، عندنا ممكن بطوله غرب اسيا ايضا تصير بالعراق ان شاء الله، وعندنا ايام الفيفا داي بالشهر التاسع وشهر 11 العاشر وشهر 11 ممكن انه ايضا نستفاد من عندها. يعني اليوم المدرب ممكن انه عندما تستقطب مدرب ممكن انه تامل له فد 7 أو 8 مباريات اضافه لبطوله غرب اسيا وبطوله امم اسيا من اجل الوصول الى انه الادوار التصفيات كاس العالم القادمه. اليوم عندما نناقش كلجنه، اليوم تم اختيارنا من قبل الاتحاد، نناقش كل التفاصيل ونقدم الملف واضح وصريح للمدرب القادم من اجل انه تكون طريقة العمل القادمة إلى بالمستقبل واضحة. يعني اليوم أنا من أوضح له أنه الدوري مالتي هاي مقوماته، اللاعبين عندي بفلان مكان وفلان مكان وفلان مكان، ظروف العمل بالعراق بهالاتجاه وبهالاتجاه، بحيث حتى من يجي يعمل معايا ما يشوف أنه ظروف غير اللي أنا رسمت لها أو أنا اللي وفرت لها. يعني لذلك أنا أقول حديث يعني انه اللي تتحدث معاه يعني مطابق للظروف تقصد. احنا اليوم اول شيء اليوم الرغبه مهمه عند العمل مع المنتخب العراقي، نعم. عند اي مدرب الرغبه يجب ان تكون مهمه، اكيد. عند ما المدرب اللي قدامي يقول لك اعطيني فد صوره واضحه، بالمناسبه اكو بعض المدربين عندهم تصور عن الكره العراقيه، نعم. عندهم تصور عن اللاعبين. اليوم اريد ابحث عن لاعبين لمنتخب معين، مو من الصعوبة أنه أدور المعلومات. اليوم أكو تحليل وأكو إحصاء عن كل اللاعبين،
خصوصا اللي يلعبون يعني بدوريات. انت اليوم تقدم لقائمه مثلا للمدرب باللاعبين ما راح يكون مطلع على اللاعبين. اليوم اللاعبين عندنا تقريبا 12 الى 13 لاعب ممكن يوصلون الى 14 هم يلعبون خارج العراق في دوريات منتظمه. ممكن انه بعمليه احصائيه او تحليليه بسيطه المدرب يطلع لك اللاعب ايش قد لاعب بالموسم، وين لعب، شنو طريقه لعبه، شنو كذا، اضافه للسيديات اللي موجوده عند المشاركه مع المنتخب الوطني. لذلك انا اعتقد هذه المساله هي مو صعبه. انت ليش تجيب مدرب؟ المدرب هو قادر على انه يعمل في ظروف قد تصور للاخرين هي مثلا مو مثلا ايجابيه 100%. نعم. المدرب من يعمل مو كل شيء لازم هو كله متوفر ويبقى قوته وصلاحيته وقدرته على انه يصحح بعض الامور اللي ممكن انه كانت خطا بالفتره السابقه. لذلك انا اقول الفتره يعني جيده جدا. فتره 5 أشهر تسبق بطوله امم اسيا اعتقد انه فتره جيده. راح الاتحاد يسعى الى توفير. تظنون يعني من نال 5 أشهر يكون المدرب موجود؟ لا ان شاء الله. يعني قبل البطوله بخمس اشهر يعني بهذا الشهر احنا ان شاء الله خلال هذا الشهر ان شاء الله خلال هذا الشهر ان شاء الله. مواصفات المدرب بحثوا عن مدربين. شوف الكلام اللي مطروح بانه الاتحاد متجه باتجاه مدرسه مختصه كاوروبا الشرقيه، هذا الكلام ما موجود. يعني انت من يكون موجود من هاي المدرسه مدرب بمواصفات انت تريدها ماكو مشكله، بس من يوجد مدرب مثلا من امريكا اللاتينيه، من اوروبا، يعني ما ممكن انه انت مدرب يلبي طموحك ويحقق نتائج للمنتخب الوطني او انه يعمل وفق الرؤيه المشتركه بينك وبينه لتطوير اداء المنتخب الوطني وتحقيق نتائج جيده بالمستقبل. اعتقد انه ماكو ضير، ولا انه اليوم الاتحاد مقفر على جهه على حساب جهه اخرى. سيفيات يعني شاهدوها اليوم احنا موجوده عندنا مجموعه من المدربين، لكن بصراحه احنا اليوم المشكله الاكبر اللي تعيق عملنا بصراحه الامر السماسره مالت المدربين. اليوم عندما حضرتك تريد مدرب، انا اشتغل مع مجموعه من المدربين، اجيب لك هاي السير للمدربين. عندما ما اختار اي مدرب من هاي المدربين تاثر بالسلب على خياراتنا الاخرى. اكيد. لانه اليوم تعرف بعض المرات المصلحه الشخصيه تغلب على المصلحه العامه. يوم انا من تنظر بمصلحتي الشخصيه ما جبت هذا المدرب مالتي، رحت راح اخر استفاد من عملك او من استقطاب مدرب اخر مسؤول عنه شخص اخر مدير اعماله او هو الوكيل مالته. بالتالي هذا راح يظل هذا صراع المصالح صراع. موجود صراع المصالح. اعطيك مثل استاذ مناظر. نعم. قبل يومين احنا فاتحين تفاوض مع مدرب شخص، طبعا بشخصي نتصل به ونتحاور معه، يمكن انه اختلفنا في جزئيه بسيطه. نفس الايجنت مالته المدير اعماله راسا من سمع انه صار اكو شويه ممكن خلاف بيننا وبينه ايش سوانا؟ هو مدير اعمال هذا المدرب ما قرب وجهات نظرنا حتى انه نستمر مع هذا المدرب. قال انا عندي سيفي اخر جاهز مال مدرب اخر. نعم. يعني وين اليوم وين المهنيه بالعمل؟ اذا ماكو مهنيه، اليوم ماكو مصلحه. اليوم هذا دور عن مصلحته، اكو مدرب اخر جاهز بمواصفات اللي نريده وبالمبلغ اللي نريده، يعني هذا ما كان صادق ويانا بالتعامل، لذلك احنا اليوم. هذا عراقي؟ لا مو بالضروره عراقي. طبعا بالمناسبه اكو عراقيين واكو اخرين، يعني اكو مغاربه، اكو مصريين، اكو توانسه، اكو بالخليج يشتغلون هم هذه يعني. واليوم استاذ مناظر احنا لا نستغرب. اليوم كل مدرب ما يعمل معزل عن المدير اعماله. اكيد. شخص قانوني وياه. اكيد. شخص مالي وياه يتفاوض بهذه الامور. يعني احنا المدرب اللي تفاوضنا وياه موسلين مدرب حكي انا فنيا، ما حكي انا ماليا. نعم. ولا اتكلم ويانا الامور الماليه بدينار واحد الامور مالي. قال انا خلاص يعني. انا سمعت وجهه نظركم الفنيه اللي تردوه من عندي، هو طرح وجهه نظره الفنيه وشنو شنو رؤيته. الامور الماليه راح قال انا تعذروني، حتى ما ظل قاعد يمنه. نعم. قال انا تعذروني اعتذر من عندكم اروح اقعد بغير مكان. يعني شوف يحترمون خصوصيات الناس. نعم. يعني اليوم من يتكلم هو في كل شيء، هو جايب له مدير اعمال او قانوني او مالي، يعني راح هذا الشخص يقول له انت شو جايب من لعب في هذا المجال؟ ليش قبل شويه تحدثنا عن الخصوصيات والصلاحيات بالعمل؟ هذا فنيا نتحدث وياك، خلص فنيا اجى المسؤول الاخر اللي هو مسؤول عن الظرف المالي، عن الامور الماليه، تحدث وياني. الناحيه القانونيه استاذ فالح دائما يعني صارت بعض الاخطاء في التعاقدات السابقه، ناويين ان تضبطون الموضوع والله شوف القانوني صراحه؟ اقول لك اياها بصراحه، كل التعاقدات مالتنا كاتحاد بالقسم القانوني يعني بها ثغرات. نعم. بصراحه الامر.
نعم هذا ملاحظة اللي جاء ما لأنه يعني كل المدربين اللي ممكن أنه في جزئية بسيطة ممكن أنه تختلف وياه أو الطلعة أو كذا ممكن أنه هو يأخذ مستحقاته منك، بينما أنت يجب أن تضع شروط لازم بالعقد، لازم تحاسبه على النتائج على كذا كذا، لازم أنت اليوم كل شيء صغير وكبير يجب أن يثبت يوضع في العقد بالدرجة الأساسية. أنت تريد تعطي حقوق الآخرين اللي تعمل وياهم كمدربين كإداريين، نعم، بس لكن بالدرجة الأساسية أيضا يجب أن تحفظ حقوق مؤسستك. أكيد يعني أنت يجب كل الأمور اللي أنه تصون عملك وتحفظ حقوق مؤسستك لازم تتوفر في هذا. هذه النقطة اليوم منتبهي لها أفضل طبعًا من السابق طبعًا طبعًا. نقطة مهمة احنا لاحظناها، المدرب طبعًا عندما يقال بسبب سوء النتائج يرفع دعوة ويطالب بس مناظر. احنا نتحدث لنا والعلينا نقول من يكون هناك خطأ في مفصل من المفاصل في عمل من الأعمال نقول هذا خطأ لازم نصحح، وهذا اللي نريده اليوم واحد لازم نصحح. لذلك يعني هذه فقرة من الفقرات اللي أكدت عليها حضرتك، وإن شاء الله احنا متواصلين عندنا اليوم عندنا متواصلين مع المدربين. قلت لك انه العقبه الاساسيه مطروحه اليوم اكو عندنا بداخلنا، بس هي استاذ دائما الناس يقولون لي ليش ما تستعجلون الوقت. اليوم انا امشي مثلا بحركه بطيئه او بخطوات قد يحسبها الاخرين بطيئه، لكن يجب ان يكون الاختيار صحيح، لكن هي مدروسه اكيد جيد، وانه توصل اليوم اذا تريد من عندي مدرب اجنبي باكر اقدر اسمي لك مدرب اجنبي بس كل سهوله اكيد، لكن هو هذا يعني بس مجرد اسم ما راح يشرف المدرب الاجنبي على الفئات العمريه وغيرها. شوف استاذ احنا طرحنا مدير اداري فني يعمل مع المنتخبات الوطنيه، نعم، اضافه للمدير اضافه للمدرب المنتخب الوطني، نعم، يرسم سياسه المنتخبات جيد الوطنيه جيد. هذا اول اجتماع قررنا المدرب الاجنبي والمدير الاداري الفني، هذول يجب ان يعملون في طريق واحد، يجب ان يعملون ببرنامج واحد، يرسمون سياسه عامه للمنتخبات الوطنيه لتطوير الكره على الجميع اللي يعملون جيد تحت امرتهم. بالمناسبه هذا المدير هذا ما يقل شين عن المدرب المنتخب الوطني حتى عقده ومبالغه، لانه راح يرسم لك سياسه ويتابع تنفيذها من قبل المدربين. اليوم انا مو عضو اتحاد اليوم اروح اتابع المدرب نفذ لو ما نفذ، يوم هو عنده ادواته وعنده كوادره يروح يتابع المدرب نفذ البرنامج التدريبي اللي مطلوب من عنده، عمل وفق الرؤية اللي يطرحها المدير الإداري وفق الشروط المتفق عليها. هذه المدرب يقدر أنا وسهلا، ما يقدر هو نظرته تكون مهمة في هذا الجانب، إضافة لأنه الاتحاد يجب أن يهيئ له الظروف المناسبة للعمل. إحنا جادين في هاي المسألتين إن شاء الله، إن شاء الله يعني جادين على أنه ننتهي من عدة في وقت قريب جدا للعمل مع المنتخبات. نحييكم على هذه الخطوات الجيدة، وإن شاء الله أن تتجسد على أرض الواقع، إن شاء الله نشوف شاء مدرب جيد للمنتخب الوطني، تطور للكرة العراقية، القضاء على آفة التزوير إن شاء الله، تكاتف الجميع، جمهور، إعلام، متابعين، الكل أن يشد اليوم من أزركم من أجل أن تنهض الكرة العراقية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نتمنى أيضا معاونتكم في هذا الاتجاه إن شاء الله. أكيد اليوم من خلال داعم لكم من خلالكم وخلال برنامجك إن شاء الله. إحنا فيما يخص المنتخبات الوطنية سنزود الجهات الرسمية بكل الأسماء من أجل أن نتأكد بصحة المعلومات اللي موجودة ونتعامل معها بشكل إيجابي فيما يخدم كرة القدم بالعراق إن شاء الله. إن شاء الله نلتقيك في حلقات أخرى إن شاء الله، وقد تطور حال الكرة العراقية للأفضل، وإن شاء الله إن شاء الله الأمور كلها جيدة. الله يبارك فيك، شكرا لك. أما أنتم أحبتي المشاهدين فشكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ألتقيكم في حلقات مقبلة، دمتم وفي رعاية الله وحفظه.